بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. مشاهدينا مشاهدين صفحتنا يا رب دايما بخير، وكل اسركم وكل حبايبكم تابعونا دايما. احنا بنطلع نعلق على الاحداث اللي بتتم في مصر، ونشوف يا ترى الاحداث ديت منطقية ولا غير منطقية. امبارح طلع قضيتين اتنين شكلهم غريب قوي. اول حاجة تسجيل المولود بدون الرجوع للاب، ان الام من حقها تسجل المولود بدون ما ترجع للاب. وكان المبرر الاخلاقي للي بيحصل ده ان في بعض الرجال بعد الطلاق بيرفض تسجيل الابن، وبالتالي الام بتحتار تسجل ابنها ازاي. طيب احنا نعمل ايه او نتصرف ازاي، او هي دي فيها مشكلة ولا مفيهاش مشكلة؟ هقول بس حادثة حصلت بالفعل في دولة من الدول العربية بيعمل فيها مواطن هندي جنب مواطن مصري كان شغال هناك، وهو من اصدقاء صفحتنا وممكن يكون سمع الكلام ده ويعمل اشاره لنفسه لو عاوز. الراجل ده لقى جاره الهندي بيخبط عليه بيطلب ان هو يعزمه على حفله هو عاملها. الحفله ليه؟ لانه خلف عيل في الهند. فقال له انت خلفت عيل ازاي وانت ما نزلتش اجازات من سنه ما انت قاعد معانا؟ قال له لا بابا خلف، بابا خلف لي من مراتي. ما هو احنا اربع صبيان اخوات كلنا شغالين في الخليج، وبابا قاعد في البلد هناك في الهند بيخلف لنا بحيث ان احنا لما نرجع بفلوس من الشغل نلاقي لنا اولاد، زوجاتنا هناك بتخلف من بابا. طيب الكلام ده ممكن نشوفه في يوم من الايام ولو بعد 100 سنه في مصر. طيب انا النهارده بفترض ان كل الستات ملائكه، وده افتراض غلط. طيب النهارده انا سافرت اسعى على اكل عيشي لمده سنه 2 3، رجعت لقيت مراتي خلفت، الله اعلم خلفت من مين، وسجلت الاولاد اللي خلفتهم على فراش الزوجيه على الزواج القائم اللي انا ما طلقتهاش فيه باسمي. قانونا في مصر دلوقتي من حقها هي تسجل بدون الرجوع لاسره الزوج زي ما كان في الاول، كانت بترجع لاسرته او له للعم لحماتها لحد من اصل الزوج. محدش النهارده الكلام ده كلام فارغ ما بيتعملش، لا هي بتسجل معاها نفسها، الموضوع خلاص بسيط. بالتالي انا ممكن افاجئ بعد ما ارجع من السفر بره ان بسعى على رزقي ورزق اسرتي بالثلاث اربع سنين ان انا لقيت ثلاث اربع عيال متسجلين باسمي. طب انا من حقي اروح اشتكي في المحكمه واثبت بالدي ان ايه ان العيال دي مش عيالي؟ لا، الدي ان ايه مش معترف بيه لانكار النسب، معترف بيه بس لثبوت النسب. يعني الست هي اللي من حقها انها ترفع على الراجل قضيه بالدي ان ايه، لكن العكس لا. للاسف الشديد ده القانون في مصر. طيب انا دلوقتي معرفتش انكر النسب ولقيت لي ثلاث عيال من الزوجه الخاينه، المفروض ان انا اعمل ايه؟ المحكمه بتجبرني ان انا اصرف عليهم بانها حاضنه بجيب لها شقه او بديها اجر مسكن، بصرف عليها نفقه وبصرف 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 وبصرف، ومجرد ان انا رفعت عليها قضيه انكار نسب او فكرت التفكير ده يعتبر ضرر، ومن حقها ترجع عليا بتعويض مدني وطلاق للضرر. اتصدمتوا؟ مش عارف والله اتصدمتوا زيي ولا ضغطكم عيلة ولا لا، انا ضغط عيلة الصراحة. طيب حاجة كمان، نلاقي المحكمة محكمة الاستئناف بتحط مبدأ قانوني ما سمعناش عنه في مصر قبل كده. ايه المبدأ القانوني اللي ما سمعناش عنه قبل كده؟ رد النصيب الشرعي في قائمة منقولات الزوجية للوارثين. يعني ايه؟ كلام شكله جميل وحلو، ما هو نصيب شرعي، ما انت بتدي للوارث اللي هو عايزه. بمعنى ايه؟ انا النهاردة راجل زوجي زوج متزوج زوجة والدنيا زي الفل، مخلف منها عيل ولا اتنين والدنيا جميلة مفيش مشكلة ولا اي حاجة. في حد فينا ماسك روحه؟ في حد فينا يقدر يمنع ملك الموت انه يزور بيته؟ اكيد لا. طيب احنا هنعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ الزوجة قدر ربنا سبحانه وتعالى وملك الموت جالها قبض روحها، قانونا من حق اسرتها ترفع على الزوج قضية استرداد منقولات الزوجية والحصول على حضانة الأبناء. وبالتالي أنا لو مراتي ماتت النهاردة الصبح على الظهر ما يبقاش عندي لا عيال ولا فرش أنام عليه. بس كده؟ لا، الحاضن من أسرة الزوجة اللي توفاها الله من حقه يرفع عليا نفس قضايا النفقة والحضانة وكأن أنا كنت متجوز الزوجة وأهل بيتها. ليه؟ لان شيخ الازهر افتى انها تنتقل من رحم لرحم، معرفش جابها منين.
وكان المبرر بتاعه ان انت كنت في بطن ابوك. لا انت كنت في بطن امك، وامك كانت في بطن مين؟ كانت في بطن ستك، ستك ام امك. يبقى انا منقل، هنقل من رحم لرحم. طب هي البطن دي خلفت لوحدها ولا اتخلفت من صلب راجل؟ طيب هسأله سؤال، شيخ الازهر بأي شرع وبأي مذهب جبت حضرتك الفتوى دي؟ طب حاجة تانية، هو النبي لما اتولد وكان لسه الرسالة ما ظهرتش، يعني كان في وسط كفار قريش، اتربى في وسط اهل ابوه ولا اهل امه؟ طب سؤال كمان، لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في سورة يوسف عن امرأة العزيز قال ايه؟ امرأة العزيز قالت له لان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا عذاب اليم، يعني لو ما سمعش كلامي هحبسه. ما قالش بقى هحبسه بالقيمة ولا هحبسه متجمد نفقة ولا هحبسه ازاي، ما هو ما سمعش كلامي. هو احنا هنرجع تاني لعصر امرأة العزيز من خلال أسر بتاكل الحلوى الجنسية، هي اللي بتشرع قوانين من خلال مجلس غير دستوري اسمه المجلس القومي للمرأة، ولا احنا بنشرع ازاي؟ اتحدى اي واحد من اعضاء مجلس النواب انه يتشرع، لان مش احنا الرجاله اللي بترقص قدام لجان الانتخابات، فهو بيخاطب الستات وهو عايز رايهم في الاخر وعايز يجاملهم اكتر. شكرا، نشوفكم على خير لو كان لنا عمر.